اهلا بيكم يا جماعه، بقى وصلنا لاخر تشابتر اللي هو تشابتر 6 بقى، و ذا بريزنر اوف زندا. حلوه الصوره دي، ده الكاسل بقى، ودول رودولف الف بيرج ورودولف راسنل. ما علينا. طيب الشخصيات اللي موجوده في تشابتر 6 يا جماعه، راسندل وذا مارشال، فلافيا، فريد ساب، ذا ان كيبرز دوتر، روبرت هنزاو، يوهان الاماكن بقى، ذا مارشالز هاوس لما كان عنده رازندل، فلافيا's هاوس او فلافيا's بالاس ممكن، ذا كانتري هاوس اللي هو تارلين هايم فاكرينه، ذا ان. نشوف بقى اخر حاجه وقفنا عندها لما رازندل كان عند المارشال، و طلب منه بقى to protect Princess Flavia from Duke Michael. بيكمل الكلام بقى هنا. المهم ان طبعا خلاص كان راسندل بقى سابت اند فريدز decided to make a move against Michael. يعني ايه بقى؟ بدأوا لازم بقى نتحرك ضد الراجل ده، نعمل حاجة بقى. خلاص ما عادش الامر يتحمل اي تأجيل. كملت الكلام بقى بتاع راسندل والمارشال بقى. راسندل اسكت ذا مارشال تو بروميس، اوعد بقى، ذات هي وود بروتكت برنسس فلافيا فروم ديوك مايكل. مايكل يا جماعه ملوش حق، قلنا لسببين. ايه هما؟ او مايكل هاد نو رايت تو بيكم كينج بيكوز، واحد، هيز ماذر واز نوت رويال، اتنين، اند هي واز ذا يانجر براذر، الاولدر براذر هو اللي بيكمز كين. طب امتى بقى مايكل ينفع يبقى ليجالي كينج بقى؟ ليجالي، شرعيا، قانونا، مايكل could only legally become king if he married princess Flavia. عشان كده كان لازم نمنع الجوازه بتاعه فؤاد وعتريس بقى باي طريقه. راسندل رود داون، بدأ بقى راسندل يكتب الكلام اللي قاله عشان المارشال يبقى معاه وثيقة، اوردر، رويال اوردر، امر ملكي من الكينج نفسه، فما حدش يقدر يعارض المارشال سواء مايكل او غيره. راسندل رود داون what he had said to the marshal so that people knew it was a real order from the king. بس طبعا الهاند رايتنج بقى، الخط مختلف. طيب يقول ايه بقى راسندل؟ اهو هنا يقول لك راسندل ذا هاند رايتنج. وساعتها المارشال هو بيراقبه وهو بيكتب وقال له كده يور رايتنج از ديفرنت فروم يور يوجوال ا ليتل ديفرنت. راسندل ذا هاند رايتنج واز ديفرنت from that of the kings he justified، يعني برر، علل that الكلام ده by saying that his finger is still hurt. ده الحجة اللي قالها لمين؟ للمارشال. لكن احنا الحقيقة عارفينها، the real reason was that he was not the real king. طيب نيجي بقى، راسندل told the marshal that he trusted him. ما انت خلاص بقى، او الراجل ساعتها سمايل ده ما شاء الله. The marshal promised، وعد بقى، that the princess would be safe with him. راسندل told Sept and Fritz بقى، يلا اخوانا get ready to go to Zinda. وعلى بيت ما هم بقى يجهزوا، راح يزور برضه فلافيا تالت، مش تاني بقى. Rasendil visited Flav to tell her that he was leaving Strelsau to go hunting. ينيلك لسه قاعد فيك حكاية الهانتنج وجود فود وكده. Flavia told Rasendil that doing his duties، القيام بواجباته in the capital was better than hunting animal. animals بقى المفروض تبقى جمع. Flavia was very worried
when Rasendil told her that he was going to hunt mean. لا بقى خلاص ما ينفعش الكلام بقى متداري بقى وكده، احنا هنقول الحقيقة. I'm going to hunt ايه بقى مايكل، and she told him that it would be dangerous. الله، ما هو المفروض انها بتكلم الريال كينج يا جماعه، فخايفه بقى على اللي هيبقى جوزها وكده وابن عمها في نفس الوقت. صوره ده شكله كده مايكل، شكله كده مايكل عشان شكله يسد النفس. ما علينا. راسندل told Flavia that she must become queen if he didn't come back from Zinda. الله، يبقى راسندل كان متوقع ان he could be killed في زيندا بقى، in زيند. ولذلك هو طلب من البرنسس بقى ان هي في حاله انه ما يرجعش، لا انت هتبقى كوين، احنا مش عايزين مايكل يبقى كينج باي طريقه. فلافيا didn't understand what was going on، مش فاهمه اللي بيحصل. But she said that she would do whatever was right، ايا كان الصواب في لوريتينيا. وطنيه. راسندل اند هيز مين قعدوا فين بقى في الهانتنج، في زندا يا جماعه؟ قعدوا في مكان كده اهو، ان ا لارج مودرن كونتري هاوس كولد يسمى تارلنهايم. ايه تارلنهايم ده، يفكرك بحاجه؟ فريتز فون تارلنهايم، ده اسم العيلة بتاع فريتز، يبقى أكيد بتاع حد قريب. وهو فعلا the house belonged to a relative of فريتز، أحد أقارب فريتز. the man لما راحوا بقى يستأذنوا منه happily agreed، وافق وهو سعيد to let them use his house. حد طول ان الكينج بقى ينزل عنده. The country house was about، فين ده بقى الكونتري هاوس يا جماعه؟ 8 كيلومترز فروم زندا، يعني مش جوه المدينه، ده بره، والمسافه بينهم 8 كيلو. طب فين بالنسبه للكاسل؟ اهو on the opposite side of the town to where the castle stood. يعني الكاسل بقى، لا الكاسل الناحيه الثانيه خالص بقى، يبقى كده بعيد. وطبعا سبب اختيار راسندل لمكان زي كده عشان يبقى سيف امن بعيد عن مايكل زمان، وهنشوف ازاي يطلع غلطان. راسندل سابت فريدز اند 10 بريف اند سترونج مان ذات راسندل تراستد. نقى بقى 10 على الفرازه بقى، قوات خاصه. وينت تو ذا كونتري هاوس اللي هو تارلنهايم. راسندل طبعا هيقول لهم ايه يا جماعه؟ هيقول لهم ان انا محبوس في الكاسل واحنا رايحين نحرروني. طبعا لا، فكان لازم بقى يقول حاجه اهو. told his men that Michael اول حاجه had tried to kill him. اوبا. he also told them that ايه بقى؟ a good friend of the king's was held prisoner in the castle. واحد صاحبي اللي في الكاسل مش انا. The men knew that their job مهمتهم بقى، وظيفتهم ايه ومهمتهم ايه؟ was to set that prisoner free، تحرير السجين. The men were brave and loyal. loyal؟ ما لازم يختار حد loyal يا جماعه. So they didn't ask any more questions. خلاص احنا مش هنسال بقى، ثقه. An hour after Rasendil and his men arrived at the country house they were visited by men three of the six men Lohengrin, Grafstein and Rupert Hinzel. يا نهار ابيض، طب ده اصلا المسافه بعيده 8 كيلو لغايه زندا، والكاسل زندا الناحيه الثانيه، يبقى they were watching Rasendil بقى، بيراقبوه يا جماعه وعارفين تحركاته كلها. Michael and his men knew that Rasendil and his men were not there، مش هناك to hunt animals زي ما قالوا للناس، لا. But they had a much bigger plan. شوف بقى الصورة دي، اللي لابس أسود ده روبرت، وجاي معاه طبعا
والناس كلها طبعا موجوده في الزياره الاولانيه. روبرت زي ما احنا عارفين زار راسندل مرتين في الكانتري هاوس. الزياره الاولى الناس كلها كانت موجوده، بقى راسندل زمان موجودين، وده سابت اللي واقف جنب راسندل، وده راسندل اهو. روبرت ووز ذا يونجست ذا ويرست اند ذا سترونجست اوف ذا ثري. طيب نيجي بقى لروبرت يا جماعه، ايه اللي قاله راسندل؟ شيء طبيعي طبعا، على قاله قدام الناس ان ده الريال كينج راسندل، فشيء طبيعي ان كان مايكل يخليه بقى يستضيفه عنده في المانشن، فلازم يعمل الحركه دي بقى. روبرت تولد راسندل ذات مايكل was sorry that they couldn't stay in his mansion because Michael and many of his men had a dangerous illness. يا نهار ابيض، الف سلامه. So it was best that Rasendal and his men stayed away. الكلام ده يا جماعه، احنا مايكل عيان بقى ومرض وخطير، وكويس انك قعدت بعيد، ده في تهديد. عايز يقول له اوعى، don't come to the castle, if you come you will die. طيب روبرت، وخلي بالك يا جماعه اسمه روبرت، فاكرين روبرت كده عشان نفرق بينه وبين روبرت الكويس اخو راسندل اللي هو لورد بيرلسدون ابن الناس، لكن ده مش ابن ناس، ده ايفل. روبرت's speech was formal رسمي and polite مهذب. يا سلام على الادب اللي كان على روبرت في الزياره الاولى للكانتري هاوس. But Rasendal didn't believe a word of it. ما صدقش ولا كلمة من السبيتش ده، الحديث ده. Rasendal said he was sorry and hoped that his brother would feel better soon. ألف سلامة على أخويا. Rasendal told Rupert that he heard، بدأ بقى يغيظ بقى مين؟ روبرت. قال له he heard that Ditchard was injured. أنا اللي ضربته، فاكرين الكلام ده في السمر هاوس. روبرت سمايلد شرير and said that Ditchard would be fine and don't worry about Ditchard, he will be fine. راسندل بقى offered روبرت and the others to stay and eat with them. لا ده كده حركة نظام عزومة مركبية، ما تقعدوا تاكلوا يا جماعة، تاكلوا ده هو عايز يسمهم. روبرت said they had important duties at the castle. عندهم واجبات مهمة في الكاسل. يا ترى ايه الواجبات المهمة دي؟ استنتاج بقى. guarding the king, stopping anyone trying to free the king. راسندل laughed. بدليل هو راسندل ضحك. important duties يا كلاب، ما انا فاهمكم. And said that he looked forward to seeing them all again. مثل دي قايلها من بين دروسه كده. Look forward to seeing you all again. ده انا عايز اقتلكوا اصلا. Rasendal and Fritz went to Zinda in the evening. خد بقى Rasendal Fritz معاه، تعالى Fritz انا نروح مشوار يا حبيبي. ما قالوش رايحين فين في الاول. و راسندلز فيس واز كفرد طبعا عشان امان بقى. They felt safe because there were many people on the road. ناس كتير بقى، فيعني الدنيا امان شويه. لكن هم رايحين فين يا جماعه؟ رايحين الان، فاكرين الهوتيل السمول هوتيل اللي قاعد فيه راسندل؟ او راسندل فريدز وينت تو ذا ان وير راسندل ستايد اون هيز فيرست نايت ان روريتينيا. ايه بقى غرض الزياره دي؟ اهو The purpose of the visit was to meet Johan Half, Michael's servant. يبقى هو يا جماعة عشان اللي يقول لك راح عشان يقابل بنت صاحبة الفندق، لا هو أصلا لو كان يوهان موجود في الفندق كان خلص معاه الموضوع، لكن هو راح ملقهوش. طيب دخلوا بقى. They asked for a meal in a quiet room at the back. وقعدوا في حتة بعيدة بقى عن الناس. جات البنت، بنت الست بتاعت الفندق بقى. When the innkeeper's daughter brought the food, Rasendal uncovered his face. راح كاشف وشه بقى. So she could see him. طب والبنت حصل لها ايه بقى اول ما شافته؟
يا نهار اسود. The innkeeper's daughter was so surprised that she almost تقريبا dropped the plates، كانت هتوقع الاطباق. She said that she told her mother that Rassendyll was the real king. Was the king, not an Englishman. انا قلت لها انك انت مش Englishman. ما صدقتنيش. فاكرين طبعا الكلام اللي قعدت تقوله الاولد وومن ساعتها بقى، وتلخبط في الكينج وكده. فالبنت شافت ان من واجبها انها تعتذر. اهو she apologized to Rassendyll for anything bad they said when Rassendyll stayed with them، لما قعد معاهم. Rassendyll said Rassendyll بقى ساق فيها، said he would forgive her، هسامحك يا بنت، if she helped him to see mean Johann Wolf. طيب the girl لا ما عادش يجي، said that Johann no longer came to the inn and that he worked at the castle. دلوقتي مش شغال في الهانتنج لودج، شغال في الكاسل. Rassendyll told her to bring Johann. قال لها I know you are friends، عارفك صاحبك، to the country house، هتجيبيه بكره. The next night at 10 o'clock. The girl agreed to do that after Rassendyll promised that he wouldn't hurt Johann. نيجي بقى، رجعوا بقى بالليل متأخر. Rassendyll وفريتز راجعين الكونتري هاوس ترلنهايم. Returned to the country house. Sapp told them that Bernstein ده واحد من العشرة اللي جايبهم راسندل معاه، اللي هم البريف سترونج مان، one of the ten men، went out alone in the woods، في الغابة. He saw three men in the trees and one of them shot him in his arm. يا نهار اسود. سابت بقى حذر مين؟ راسندل. warned راسندل that the next bullet، الرصاصة التالية، could be for him. Rassendyll thought that the country house Tallenheim would be safe. But he was wrong. يا نهار اسود، ما طلعش امان. The next day Rassendyll was resting in the living room. قاعد بقى في ال living room، غرفة المعيشة بقى لوحده. وده شيء غريب يا جماعة. When Rupert hands out visited the house alone، ويدخل روبرت مكان زي كده فيه الكينج وما فيش حد حوالين راسندل، ده خلل أمني رهيب. Security was not good. طيب روبرت brought a message to Rassendyll from Michael، وجايب معاه رسالة. طب المرة دي كان polite؟ لا. كان formal؟ لا، كان قليل أدب. روبرت spoke to Rassendyll rudely، بوقاحة. دخل كده وقال له راسندل، يا راسندل، I have a message for you. يا نهار أبوك طين، أنت مش عارف بتكلم مين. Rassendyll told Rupert that Michael should send another messenger، بقى يبعت مبعوث غيره، who knew how to address، زي خاطب the king. يا عم فكك بقى، بلا كينج بلا بتاع. اهو روبرت تولد راسندل تو ستوب بريتندينج، يا عم انسى، بيكوز ذي نيو هو هي ووز. انتوا عارفين انا مين، بس ما تقدروش تقولوا. راسندل سيد ذات مايكل اند هيز مان كودنت سي ذات هي ووز نوت ذا ريال كينج ان بابليك، قدام الناس، علانية، على الملأ. ليه؟ because people would know that they had kidnapped the king. هيكشفوا بقى عن جريمتهم ويبان ان هم مجرمين. مايكل ايه بقى؟ العرض الثاني يا جماعه، العرض الاول كان فين؟ كان في السمر هاوس. كان كام؟ 50,000 انجلش باوندز. العرض الثاني في الكونتري هاوس تارلنهايم كام؟ اهو مايكل اوفرد راسندل ا سيف جورني تو ذا بوردر اند A million gold pieces يسيل لها اللعاب. لا مش انا اللي حد يشتريني. Rassendyll refused Michael's offer. Rupert told Rassendyll that the real king was still alive. كانوا بيسألوا، قال له by the way how is the king؟ قال له he's still alive. بص هو لغايه دلوقتي عايش. الله اعلم بكره بقى.
راسندل اسكت روبرت تو ليف اور هي وود كيل هيم. هو قالها له طبعا بطريقه غير مباشره, قال له جو فروم هير وايل يو كان. يعني ايه جو فروم هير وايل يو كان؟ امشي وانت لسه قادر تمشي, يعني بدل ما اشرحك. طيب بعدين راسندل اسك روبرت تو ليف اور هي وود كيل هيم. راسندل بقى طلع وراه عشان يتاكد ان ده مشي. راسندل فولد وراه روبرت اوت اوف ذا هاوس جاست از اثناء ما روبرت واز اباوت تو على وشك كلايم اون هيز هورس هي ستوبت اند اسكت راسندل تو شيك هاندز. راسندل ما تيجي نسلم على بعض وننسى اللي فات ونبدأ صفحة جديدة؟ لا طبعا, ده مجرم وأخطر مجرم فيهم. وسبق لسابت أن حذر راسندل من هذا روبرت اللعين, لكن برضو ما سمعش. He stepped nearer بقى. مين اللي stepped ده؟ روبرت. روبرت هو هي ده. روبرت stepped nearer to راسندل and he suddenly stabbed him in the shoulder with his knife. يا نهار اسود, طعنه في كتفه. هي الإصابة ما كانتش خطيرة يا جماعة ولا حاجة, لكن اللي ضايق راسندل أكتر شيء إن واحد زي ده يخدعه. It wasn't a bad injury, oh, but Rasendil was very angry because Rupert could trick him. خدعه. Rupert escaped, طبعا, before Rasendil could do anything. Rasendil was put to bed. What do by name? A doctor examined him. He slept for several hours. يصحى يلاقي مين جنبه. فاكرين دي؟ When he woke up, he found Fritz. Beside him, the doctor said Rasendil's arm would soon get better. يعني الإصابة مش خطيرة زي ما قلنا. طيب نيجي بعد كده, البنت بقى, بنت صاحبة الفندق, جات بقى the innkeeper's daughter brought, وجابت مين؟ يوهان to the country house. يلا يوهان حبيبي تعال نشوف يوهان بقى. يوهان was happy to be at the country house. Johan knew that if Michael's plan was successful, لو كانت الخطة نجحت, he would be in trouble. يعني he would be in trouble, يعني Michael would kill him. ليه؟ Because he knew too much. كان يوهان يعلم الكثير عن جرائم مايكل. فأكيد مايكل بعد ما يبقى كينج بقى تعالى نقتل كل اللي يعرفه كل أسراري كده. راسندل wanted يوهان to work as a spy for him, وده السبب إن هو راح ودور عليه يا جماعة وطلب من البنت إنها تجيبه عشان عايز يشغله spy. يوهان was a weak man, رجل ضعيف, but he was not wicked, مش wicked, مش evil زي مين؟ وده لما يقول لي بقى الفرق بين الاثنين, بين يوهان هالف ده وبين اخوه ماكس هالف. لا, ماكس was evil. يوهان worked for Michael. طب ليه اشتغل عند مايكل؟ because he was afraid of him, not because he liked him. يوهان was happy to tell راسندل Michael's secrets. ايه الاسرار عايز تعرفها راسندل؟ من عينيا. يوهان بقى الكلام اللي قاله يا جماعة مهم بقى على المكان اللي فيه الكينج طبعا عشان راسندل يجهز بقى الخطة. يوهان said there were two rooms inside the castle which could only be reached, ازاي توصل لهم؟ by crossing the drawbridge. The rooms were cut into rock below the ground. قطين محفورين في الصخور تحت الأرض. ايه ده؟ One of the two rooms had no windows. الأولى ما فيهاش windows. So it was always lit. بيضيوها بإيه بقى؟ candles, الشموع. The second room had a small window where the king, دي اللي حطوا فيها مين؟ The king was kept in chains. سلاسل. There was, وراحوا مركبين بقى, يا نهار اسود, جابوا الواد الحقير ماكس هولف اخ يوهان, يلا يا ابني ركب لنا كده ماسوره ضخمه تنزل من الشباك بتاع السجن ده بتاع الكينج على الموت تحت على الخندق المائي اللي موجود تحت.
There was a large stone pipe from the window down to the moat. طيب مين بقى اللي بيحرس الكينج؟ The first room was always guarded by three of the six men. If there was an attack بقى لو حصل هجوم on the castle ايه اللي يحصل؟ بيدخل بقى Ditchard would get into the room second room دي and kill the king. طب بعدين الجثة the body would be put into the pipe and the weight of the chains would keep the body under water. ودي يفضل الجثة تحت المية بسبب الثقل بقى بتاع السلاسل اللي مقيدينه بيها. طب بعد كده الجاردز دول يروحوا فين اللي حارسينه؟ اه the three guards would escape down the pipe برضو and swim across the moat and there would be horses to take them to safety. ويلاقوا خيول منتظرهم. ده عاملين خطة بقى ما تخرش المية، يعني يعوموا بقى ياخدوها سباحة في الموت يوصلوا للبر يلاقوا بقى مايكل مجهز لهم بقى خيول تاخدهم بقى إلى بر الأمان safety. يا نهار أبيض. إيه طيب تعال نشوف بقى لو حصل واللي هجم على الكاسل بقى جيش مش 3 4 5 10 مثلا. If many men attacked the castle إيه اللي هيحصل؟ Plan B بقى تطلع. They would do the same thing but هم كده مش هيهربوا لأن القلعة هتبقى محاصرة. يبقى هيعملوا إيه بقى؟ One of the six men يعمل ايه؟ would take the king's place يروحوا مقيدينه بالسلاسل ويحبسوه مكان الكينج. So Michael could say Michael بقى يقول ايه بقى للي يسأله؟ He was keeping one of the six men prisoner. انا حابس واحد من الستة بتوعي وما حدش ليه حاجة عندي. طب ليه يا ابني حابسه؟ Because he had been rude to Antoinette. كان وقح مع Antoinette. ده جاهز. Sept believed it was a very clever plan because of they attacked the castle secretly. سواء هجموا على القلعة secretly سرا or openly علنا with a great army بجيش the king would be dead before they could save him. كده هيكون مات قبل ما يوصلوا له. يا نهار اسود. Sept believed that that time next year في الوقت ده من السنة السنة الجاية راسندل would still be king. قال له كده راسندل this time next year you will still be king. هبقى king؟ هو راسندل يا جماعة للحظة كده فكر هو ما فيش حد يكره ان يبقى king يا جماعة. بس هيبقى king يعني ايه؟ يعني ان خلاص الكينج مثلا يموت لكن ما بقاش king والريال king عايش. راسندل's pulse النبض بتاعه quickened بسريع at the thought من فكرة of becoming king. ودي مش معناه انه خايف يا جماعة، الواحد قلبه بيدق كده من الإثارة، يعني this means he was excited about this idea. لكن لازم بقى في حاجة without proving دون أن يثبت that Michael had killed the real king. أهو لازم يكون الريال كينج مات عشان يفضل ده كينج. مايكل would still لأن لو ما كانش مات هيفضل مايكل موجود أهو. مايكل would still be in his castle waiting for a chance to take the crown. منتهز الفرصة. And Rosendil would never be safe. لا مش هيبقى في أمان. لا بنقص بقى كينج مين يا عم. يوهان told Rosendil that the king knew about Michael's plan. الكينج يا عيني عارف عارف ان قوه يقتله ويرميه من من الستون بايب. And that his brother Max الحقير helped to put up the pipe. هو اللي ركب ساعد في تركيب الماسوره دي في البريزن ويندو. يوهان said it wasn't easy to sleep at the castle. ما بينامش في الكاسل يعني. Because no one felt safe. Everyone in the castle was a criminal. كلهم مجرمين. Except ما عدا مين؟ Except the king. Rosendil asked Johan not to tell anyone that the prisoner in the castle was the real king. فاكرين الحته دي؟ قال له حد سالك يا ابني ان في prisoner؟ قول yes. طب مين البريزنر؟ اوعى تقول مين هو عشان ما حدش يعرف ان Rosendil مش هو الريال كينج. Rosendil told Johan that if he didn't keep his promises لو لم يفي بوعوده he would never be safe. هقتلك يعني.
آخر حاجة بقى، راسندل believed that there were two ways the king could come out of Zinda alive. إيه هما الطريقتين فاكرين؟ One was if they had a miracle، معجزة، ودي طبعا مش هتحصل. التانية بقى، the other was if one of the duke's men betrayed him، ودي طبعا الأكثر احتمالا زي ما قلنا، لأني الستة اللي حوالين مايكل يا جماعة مش لويال ولا حاجة، دول شوية إيه؟ شوية خونة. حلوة السورة دي وراسندل، بس دي هتيجي بعدين المفروض في الفصول اللي اتحذفت بقى، وطالعين من الكونتري هاوس ورايحين على الكاسل. ما علينا، best of luck guys. بص اخوانا، ان شاء الله طبعا الحاجات اللي المفروض تعملها زي ما قلنا، هنتفرج على فيديوهات الأخيرة دي، سواء بتاعة الستوري أو الفيديوهات اللي هي بتاعة الهلو، اللي هم السبعة فيديوز دول اللي فيهم مراجعة على اليونتس، وفيهم اتنين فيديو بيوضحوا الفرق بين حاجات معينة في الجرامر وفي الفوكاب. وبعد كده عندنا يا جماعة مهم جدا موضوع الريفيجنز، اللي هي A B C D E F، الستة ريفيجن دول عندك، وكل ريفيجن فيها اتنين تيست، يعني 12 امتحان بتوع الورك بوك، دول very important، يعني لازم تشوفهم كويس. طيب، وعندك مذكرة اسمها المراجعة الأخيرة، دي شاملة أسئلة على الكتاب وعلى القصة برضو، دي برضو مهمة، بص فيها تاني. نيجي بقى لفيديوهات قديمة بس مهم برضو إنك تشوفها، اللي هما التلاتة الخاصين بالديالوج، الديالوج 6 درجات يا جماعة، وفي فيديو كان عن الكومبريهنشن، وكان في حاجة عن الكورونا بقى 25 ترجمة، ده غير ال 19 ترجمة اللي موجودين في فيديو من الفيديوهات السبعة الأخيرين دول، برضو ارجع شوفهم. عندك بقى مجموعة فيديوهات خطيرة بتاعة ايه كان اسمها Confusing Grammar and Vocab، حاجة بتلخبط في الجرامر والفوكاب، ودول كانوا كم؟ 7 أو 8. وعندك بقى 11 فيديو كان بتوع تريكي جرامر اند فوكاب كويستشنز، اسئله خادعه ناس كتير بتغلط فيها، يا نهار ابيض، يعني عندك ما يكفي وزياده. عندك 7 و11 18 و3 دايلوج 21 وواحد ترجمه 22، وكان في فيديو قديم قوي عم راجع على الوحدات من 1 ل 23، وادي 6 قصة 29، وادي 7 مراجعة نهائية من 36. لا شد حيلك بقى وما تقوليش مش لاقي حاجة اعملها. وكمان لو عايزين كمان احط لكم في مراجعة بتاعت كتاب كده نازلة بالاجابات برضه، انا ممكن احطها على الجروب لو حد كمان سريع وخلص الكلام ده، هتلاقي دايما حاجة تحلها لغاية اخر لحظة. شيء بقى مهم جدا يا جماعة عايز أقوله، إيه هو؟ طبعا ما تجيش حضرتك تركن وتكسل وفجأة يا جماعة الاقي ليلة الامتحان نفسها 50 70 100 واحد بعتلي لي أسئلة، قول لي أنت بس لو مكاني هتجاوب الكلام ده إمتى؟ وانا اصلا تعبان صحيا، فيا ريت نراعي يا جماعه، حاول اسئلتك تسالها وتخلصها في ال3 ايام اللي هم النص يوم واليومين اللي بعديهم، بحيث اني ما الاقيش كتير بيسالوا، وشيء طبيعي بيحصل كل سنه الاقي نفسي ما لقيتش وقت ارد على بعض الناس، ويقول لك بقى انت رديت على فلان وفلان. لا، مش عايزين نخسر بعض. انا بتمنى لكم يا جماعه التوفيق، محدش يقلق، محدش يخاف، الامتحان جاي كويس،
كل الامتحانات جاية كويسة، فمفيش داعي للقلق. نصيحة بقى أبوية، نام ليلة الامتحان ما لا يقل عن 6 ساعات. ياما صحينا ناس في اللجان ودلوقتي الظروف زي الزفت، ليك شايف ما تروحش يا ابني تنام في الامتحان، ما ينفعش. الذهن ده عشان تتذكر الكلام اللي انت ذاكرته طول السنة والأيام اللي قبل الامتحان لازم يكون مستريح مش مجهد. اديني حذرتك، وما تقوليش هبقى قلقان ومش هيجيني نوم، لا تخمد واصحى في الامتحان، مش تصحى وتروح تنام هناك. بإذن الله خير ومش هيبقى فيه أي مشكلة، وأتمنى التوفيق للجميع.